بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ألو دكتور. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الدكتور جمال الأخرس، استشاري أمراض الدماغ والأعصاب. دكتور جمال، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تشرفنا فيك دكتور جمال في حلقة جديدة من برنامج ألو دكتور، وحقيقة الحلقة الأخيرة من برنامج ألو دكتور في هذا الموسم. تشرفنا فيك دكتور جمال. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل معنا حول موضوع حلقتنا اليوم. اليوم سوف نتحدث عن مرض الصرع، وأيضا مرض أو أمراض جلطات الدماغ، وسوف نتحدث عن تفاصيل مرض الصرع، كيفية العلاج والتشخيص والعناية اللازمة لمرض الصرع، وأيضا مرضى الجلطات الدماغية، أسباب هذه الأمراض وطريقة العلاج والعناية الخاصة مع بعض الجلطة الدماغية. يمكنكم التواصل معنا عبر تقنية السكايب على فاكت 21 وأيضا فاكت 22، ويمكنكم التواصل معنا عبر بثنا المباشر على الفيسبوك، وأيضا للمتصلين يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. دكتور، في المقدمة حكينا أنه حلقتنا اليوم راح تكون عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول موضوع الصرع أو التشنجات، والتمييز بين التشنجات الطبيعية والتشنجات الآتية من مرض الصرع، وأيضا في الجزء الآخر من الحلقة سوف نتحدث عن موضوع الجلطة الدماغية. نبدأ دكتور في موضوع الصرع، ماذا يعني مرض الصرع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الصرع هو مرض شائع جدا يعني في بلدنا وفي كل أنحاء العالم، مش بس والله في الوطن العربي، في كل أنحاء العالم، ومرض قديم جدا يعني من أيام الفراعنة، مشهور في هذا المرض من أيام الفراعنة وقبل ذلك، فهو مرض قديم مش مرض يعني جديد، ومن آلاف السنين هذا المرض موجود. كتعريف احنا بنحكي مفهوم بشكل عام، مفهوم هو الصرع بشكل عام زيادة الشحنات الكهربائية، زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ، لكن المفهوم العلمي العميق جدا ما بدنا نتطرق له، لأنه كما يوجد كهرباء في القلب تغذي القلب وتساعد على نشاط عضلة القلب وتنظم القلب وتنظم عمل القلب بطريقة تؤدي الوظيفة التامة للإنسان، يوجد أيضا كهرباء في القلب وهذه مطلوبة ومنظمة، لكن النشاط الزائد لهاي الكهرباء والغير منتظم يؤدي إلى تشنجات مختلفة، وقد لا يؤدي أيضا إلى تشنجات حسب نوعية الصرع، حسب المكان اللي بتصير فيه أو اللي بتحدث فيه التشنجات، زيادة الشحنات الكهربائية. ممكن مرض يصيب إنسان طفل أو كبير بالعمر، يصيبه زيادة شحنات كهربائية بدون تشنج، فقط فقدان في الوعي، فقط تغير في حالة البصر، ممكن تغير في السلوك، ممكن الإنسان يعني الرؤية تكون حادة عنده، يصفن، يغيب عن الوعي لثواني. فهي أنواع وتعتمد على دكتور. قبل ما نحكي عن أنواع مرض الصرع، خلينا نحكي دكتور، نبدأ ببداية بالعرض الذي يرافق مرض الصرع هو التشنجات. هل جميع التشنجات هي تشنجات ناتجة عن مرض الصرع، أم هناك أسباب أخرى تؤدي إلى هذه التشنجات؟ طبعا أول شيء هو يعتمد على حالة المريض. الطبيب اللي بيشوف المريض كيف نوعية التشنج اللي معه، أو حسب الوصف اللي بوصفه الأهل، أو ممكن المريض يكون في حالة وعي ويوصف لك نوعية التشنج. قد يحدث تشنج لا يتم ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالشحنات الكهرباء، مثل التشنج الناتج يعني تشنج الأطراف الناتج عن نقص الكالسيوم. أحيانا بصير تشنج عند الستات الحوامل في عضلات وبطات الرجلين زي ما بحكوا، اللي هي ناتج عن نقص المغنيسيوم. أحيانا بصير تشنجات ناتج عن خلل في العناصر المهمة مثل الصوديوم في الدم. هاي كلها قد تؤدي إلى تشنجات، هبوط سكر الدم
ممكن يؤدي إلى تعرق شديد وهبوط مستوى الوعي، وأحيانا زيادة سكر الدم قد يؤدي إلى غيبوبة وقد يؤدي إلى تشنجات. إذا دكتور إحنا يعني حابين نعرف مشاهدينا إنه مش كل تشنجات هي مرض صرع، يعني في أسباب أخرى ممكن تؤدي إلى تشنجات غير مرض الصرع المتعارف عليه. حتى دكتور نزار، حتى التشنج الذي يحدث مرة واحدة، نعم، مرة واحدة وتكون نتيجة التخطيط سليمة والصورة المغناطيسية للدماغ أو الصورة الطبقية للدماغ سليمة وحدث مرة واحدة، لا نعتبره صرع حتى لو كانت التشنج كامل. نعم، لو كانت نوبة التشنج كامل ما بنقدر نعتبره. دكتور نحكي الآن دكتور طرق العلاج والتشخيص لمرض الصرع، ولكن بعد ما نتلقى هذه الاتصالات. عيد العيسى من المفرق. عيد العيسى، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور، كيف أحوالك؟ يا حياك الله، تفضل يا عيد. تقبل طاعتكم. منا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال. سيدي إذا تكرمت أود أن أسأل الدكتور السؤال الأول. نعم سيدي. جزاك الله خير. بالنسبة للجلطات عفاك الله جميع المسلمين. نعم سيدي. يقولوا أحيانا أنها لا تصيب، على المفهوم العام لا تصيب إلا معظم الناس السمينين. السمينين. لكن أو يدخنوا، أنا لاحظت إنه في واحد ليس سمين ولا يدخن وتعرض لهذه الجلطات، يعني أصيب بالجلطة وكان كذا. يا سيدي يعني أقول لك يتناول مثلا المواد الدهنية مثل السمن وغيره والزبدة وهذه الأمور يتعرض للجلطات. يعني أستاذ عيد العيسى أنت بتسأل عن الأشخاص الأكثر عرضة للجلطة الدماغية. نعم نعم. نعم. تابعنا بالحلقة إن شاء الله، رح نحكي نتخصص فترة الجزء الثاني من برنامجنا اليوم عن الجلطات الدماغية، والدكتور جمال رح يتحدث عن أسباب أو الأشخاص الأكثر عرضة للجلطات الدماغية. ننتقل للعقبة دكتور محمد خير. محمد خير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور نزار؟ حياك الله يا أخي، تفضل. الله يبارك. شكرا يا سيدي لاستضافة الدكتور البارع الدكتور جمال الآخر أصل المحاضرة. نعم هذا شرف لنا استضافة الدكتور جمال. وأتمنى أن تجيب دائما دكاترة مخضرة من كالدكتور جمال. حياك الله سيد محمد. هذا أولا. ثانيا يعني السؤال بدي أسأل الدكتور جمال. نعم. أنا حكيت مع أول مبارح بخصوص بنتي رنا في عندها تصلب لوحي. نعم. وطلب مني أعمل لها زراعة بول وفحص بول. أرسلتها للمستشفى مبارح، الآن هي على سرير الشفاء بالمستشفى هاشم العسكري في العقبة. نعم. ولكن مش عارفين ما هي الرموز لفحص البول وزراعة البول. أتمنى أن يعطيني حضرتك السؤال الآن بس عشان نلخص الموضوع. بنتك رنا الله يشفيها ويعافيها. نعم. عندها مرض تصلب اللويحي. نعم نعم. والأطباء طلبوا منها فحص بول وزراعة بول. دكتور جمال. دكتور. نعم. جمال. أوكي حسا دكتور جمال هذا سؤال مباشر أتفضل. تمام. خير حبيبنا. نعم تفضل. أول إشي أخي الكريم، في مرض التصلب اللويحي المتعدد، مرض التصلب يعني هو تصلب ناتج عن خلل في جهاز المناعة. نعم. ومرض التصلب عرضة لالتهاب المسالك البولية المتكرر. التهاب المسالك قد يؤدي إلى هجمة التصلب اللويحي الكاذبة التي تسمى سيدو ريلابس. فلهذا السبب ما بنعطي المريض كورتيزون مريض التصلب اللويحي إلا بعد ما تعمله أنت فحص دم وفحص بول وزراعة، لأنه إذا تبين في وجود بكتيريا في البول بدك تضطر انك تعالج الالتهاب البول، ما تعطي كورتيزون، لانه اذا انت اعطيت كورتيزون حتحفز الالتهاب ويزيد الالتهاب ويزيد حالة المريض سود. فلذلك في تشخيص في علم التصلب اللويحي اسمه سيدو ريلابس، الهجمة الكاذبة، وعادة التي تكون ناتجة عن التهاب المسالك البولية. فاحنا بنطلب فحص البول وفحص دم عادي حتى تشوف انه في عامل الالتهاب مرتفع عندها او كريات الدم البيضاء مرتفعة، وقد تكون كريات الدم البيضاء حتى عندهم منخفضة ناتجة عن هبوط في جهاز المناعة. فلذلك يعني لازم يعني اذا اعطيت انا الكورتيزون بوجود التهاب حتزيد الطين بلة زي ما بيحكوا. أشكرك دكتور جمال. يعني دكتور هو الآن حتى يتجه المريض إلى العلاج المناسب،
اللي عندهم التهابات مسالك بوليه او التهابات اخرى يجب عدم اعطائهم علاجات الهجمه تبعت التصلب الاولي. بالضبط، لان الهجمه الكاذبه قد تؤدي الى ضعف في الاطراف السفليه. نعم. فلذلك الاصل انك تعمل فحص بول وزراعه بول، هم عرضه كثير لالتهاب المسالك. نعم. لانه احد اعراض مرض التصلب اللويحي. نعم. ممكن يكون يعني تتاثر المثاني ويكون في سيلان. نعم. ننتقل لعمان. ألاء سميح. ألاء السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيكم العافية دكتور. الله يعافيك يا أختي، تفضلي. والدي عنده باركنسون من 16 سنة. باركنسون. وبياخد يعني دواء سينمات وبيكيمير وستاليفو باركنزو، بس نعم. أحيانا ما بيمشي مع الدواء. نعم يا أختي. وما عنده ضغط ولا سكر يعني. يعني دكتور رنا ألاء تحكي عن والدها إنه بعض الأوقات ما بستجيب للعلاجات. طيب رح نرجع. مرض الباركنسون هو يعني مرض الشلل الرعاشي، التعريف العام له، الناتج عن ضمور في الخلايا العصبية في النواة السوداء في الدماغ. هاي النواة السوداء في الدماغ اللي بتنتج مادة الدوبامين. فنقص مادة الدوبامين بتؤدي إلى تصلب في الأطراف العلوية والسفلية ورجفان في اليدين، وقد تكون من جهة واحدة وقد تكون من جهتين. هلأ الدواء اللي بأخده السينامت، حكت تأخذ سينامت زائد استليفو زائد دواء باركنزو، هذول الثلاث أدوية اللي بأخذهم فيهم مادة الدوبامين ومحفزات الدوبامين، دوبامين ريسبتورز. هاي بتساعد، ولكن البيكاميرز عادة، البيكاميرز اللي بتاخده هو دواء أصلا للإنفلونزا اسمه العلمي أمانتادين، بخفف رجفان الإيدين، لكن ما بيعالج الباركنسون، بخفف رجفان الإيدين. بده الحاج تغيير بالأدوية دكتور. وبعطي طاقة. هلا هو بأخذ جرعات مناسبة للهاي، لكن لمرض الباركنسون، لكن يجب إعطاء الأدوية هاي يا أختي قبل الأكل أو بعد الأكل بساعة ونص، لأنه السينامت والاستليفو الدواء هذا بتعارض مع الأكل مع البروتينز. فإذا اتخذ العلاج بعد الأكل مباشرة أو قبل الأكل مباشرة بتقل فعاليته، فما بيستفيد منه المريض. ولكن إذا والدك بأخذ الأدوية بشكل منتظم وقبل بساعة ونص وبعد بساعة ونص وفيش استجابة، ممكن تلجأي آخر خطوة للعمليات تثقيب غدة الثلاموس أو وضع بطارية محفزة في الدماغ للعلاج. لكن برضو هاي مكلفة جدا والنجاح فيها يعني مش 100% مضمون. ألف سلام عليك دكتور. إذن هو دكتور جرعة العلاج مبدئيا والوقت وكيفية أخذ الدواء مهم في مرضى الباركنسون. نعم. وحتى مهم بكل المرضى دكتور، مش بس في مرضى الباركنسون. نعود دكتور إلى موضوع حلقتنا اليوم. دكتور، التشنج في مرضى الصرع ممكن يكون مشابه للتشنج في أمراض أخرى. نعم. من أكثر التشنجات اللي نحكي النفس، التشنجات الغير صرعية بتيجي على الطوارئ هي التشنجات النفسية. نعم. سيكون. كيف ممكن ان احنا نميز بين التشنج النفسي والتشنج الناتج عن الصرع؟ تمام. هلا يعني اذا اجى المريض على الطوارئ بده يكون في الطوارئ ناس اصحاب خبرة من الممرضين. نعم. او من الاطباء اللي بيستلموا الحالة، اللي بيشوف الحالة، الطبيب اللي بيشوف الحالة واللي بيكون معاه ممرض او ممرضة بكون عنده خبرة في كيفية التشنج الناتج عن الصرع. نعم. يختلف تماما عن التشنج الناتج. نعم. عن الحالة النفسية. هل هم ببولوا على أنفسهم مرضى النفسية ولا لا؟ يعني مثلا بعضه احنا مرضى الصرع دكتور مثلا بيجي عض على لسانه، بس مش دائما. يعني بنحكي. نعم. بالصرع الاكبر ممكن يجي عض على لسانه، ممكن يجي العيون بتكون مثلا عين المريض ممكن تكون قالبه لفوق. نعم. يعني البياض كامل مبين. التشنج بكون بحركه منتظمه. نعم. ولا اراديه. نعم. حركه لا اراديه وغير منتظمه. احيانا الناتجه عن الحالات النفسيه بتكون غير منتظمة الحركة،
وبإرادة الشخص. نعم. واضحة جدا، بس بدها اكسبيرينس، بدها خبرة في تمييز، يعني بتعتمد على موجود الطبيب. دكتور موجود هاي التشنجات النفسية موجودة في كل العالم، شائع بصراحة، شائع جدا كمان، حتى نعم دكتور طبعاً. نزار بيضطر الطبيب او المركز الاعصاب الموجود انهم يعملوا تخطيط دماغي. نعم. فيديو EEG لمدة 3 ايام احيانا. نعم. بدخلوا المريض بالمستشفى وبحطوه تصوير فيديو، وبكون المريض مش مغطى يعني بحرام، يعني لابس ملابسه لكن بدون غطاء، حتى الفيديو تشوف حركة الايد حركة الرجل. يعني هذا احد الحلول لاكتشاف هل الحالة أو التشنج ناتج عن حالة نفسية أو اضطراب في السلوك، أو ناتج فعليا عن زيادة الشحنات الكهرباء. دكتور هاي عادة بتزيد في مرحلة وقت نتائج التوجيه، بنشوفها كثيرة كثير طبعا، بيجي فيه طبعا الضليل الضغط النفسي من امتحان التوجيه على الشباب والصبايا. دكتور تلقى اتصالات بعدين نرجع لتشخيص مرض السرعة. من الكرك خلف قاسم، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، حياك الله خلف، تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، تفضل استاذي. الله يقويك يا دكتور. اول مره يا هلا يا دكتور. في معي انا حالات عصبيه من شهر للشهر، تثلج زي ما يقول تثلج. نعم. التثلج يمسكني يا دكتور بقعد 3 ايام ما بكون عارف الناس. جداني بقيم وجداني بشيله. طب خلف بس من العلاجات تسحبون فوق العلاجات. اوكي خلف بس تركز معنا شوي، هل بصير عندك تشنجات يا خلف؟ نعم نعم في تشنجات. يعني انت الحالة النفسية قصدك بالتشنجات؟ نعم تشنجات. تفضل دكتور جمال. يا دكتور فوق العلاجات حوالي 9 حوالي 6 سنوات وانا باخذ نفس العلاجات تسحبون. طيب خلف. نعم. أنا بدي أسألك، أنت لما تجيك نوبة التشنج تقدر حدا يوصف مثلا شو حكولك؟ أنت بتكون واعي ولا فائي يعني؟ نعم. ما بتكون واعي عن النوبة؟ ولا بعرف هو إيشي، ما بعرف هو إيشي، ما بعرف. ما بتعرف، ما بتكون واعي. ما لا بكون واعي، بقول لك بقعد 3 أيام ما نعرف الناس، ما بدينا ما بعرف من جزء من مكتاني. طيب ماشي. بعرف حالي ميت. هلا خلف حقيقة يعني نوبات الصرع، حتى نوبة الصرع الكاملة إذا الإنسان بتشنج وبزبد وبعض لسانه. لا يا دكتور ما عندي يا دكتور. أنت ما عندك هاي الحركة، يعني المفروض خلف بعد نوبة التشنجات الناتجة عن الشحنات الكهربائية الزائدة في الدماغ الإنسان ما يضل 3 أيام مش بوعيه، 3 أيام مش عارف وين هو. معناته خلينا نتفق على آلية واحدة، لما الإنسان يكون يأخذ أدوية بشكل كبير ومنتظم على الأدوية ولا تزال بتجي تشنجات، معناته بالعلم لازم يتم إعادة تقييم الحالة، لازم ينعمل كمان مرة. إذا كنت حتى عامل رنين مغناطيسي لازم ينعاد الرنين المغناطيسي، لازم ينعاد التخطيط، لازم ينعمل فحوصات طبية، فحوصات دم، فحوصات للعناصر، يعني يجب تقييم الحالة مرة أخرى. ممكن أحيانا زيادة الأدوية بتعكس بشكل سلبي، أدويتنا إلها مضاعفات كبيرة، إلها مضاعفات جانبية قد تكون أسوأ من العلاج نفسه. دكتور هو ممكن يكون في حالة صراعية يعني 3 أيام. نعم ما أعتقد 3 أيام. نعم حجي خلف. يا سيدي أنا بقول لك لازم مثل ما تفضلت لازم أراجع الدكتور ثاني مرة. نعم أنا معك، ما هو ليش بحكي لك خلف، لازم تم إعادة التقييم. هو الإنسان يعني إذا تم تشخيصه في البداية هذا لا يعني انك ما تتواصل، ما انت بدك تتواصل مع الطبيب حتى تضلك، ممكن يصير في اشي جديد، ممكن يعني في البداية ما تكون الامور واضحة، ممكن بعد 6 شهور حتى على الرنين المغناطيسي يحدث تغيرات عند الانسان. صحيح. ممكن في عناصر الدم تحدث تغيرات، فانت ليش المفروض تتابع كل 3 شهور طبيبك؟ ألف سلام عليك خلف. إذا نصيحة الدكتور إلك بدك إعادة تقييم وتراجع طبيبك. قد تكون دكتور نزار أحيانا
زيادة جرعات الأدوية وأنت ما بتعمل نسبة الدواء في الدم تؤدي إلى نعاس شديد، تؤدي إلى أن الإنسان يقعد يومين ثلاثة وهو مرتخي. نعم. من ارتفاع نسبة الدواء في الدم. نحكي الآن عن علاج إن شاء الله الصرع وكيف نتابع مريض الصرع بإذن الله. أم ثائر من عمان، أم ثائر السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أم ثائر، حياك الله يا هلا. أنا بنتي عندها العصب البصري كان متضخم. نعم. فالدكتور كتب لها دواء دكتور. نعم. الأعصاب، هذا دواء أكسيتازولاماي 250 250 حبات في اليوم. نعم. وبعتها على دكتور العيون. دكتور العيون لما عملها تحاليل عدة مرات على حوض تقريبا 3 أشهر. نعم. صار يحكي إنه في تطور ونظرها كويس، صار يعني ظروفها كويسة. نعم. حكى لها الدواء هذا، كانت تأخذ 3 حبات، حكى لها تأخذ حبتين لمدة شهر وبعدين حبة. لما راجعنا دكتور الأعصاب صار يحكي لا، ليش أنتوا بتغيروا الدواء؟ لازم 3 حبات تشرب دواها. فإحنا مش عارفين عاد نرد يعني على العيون ولا على دكتور الأعصاب. أول إشي أنا بدي أسألك يا مثار. أيوة. هو حكى لها في انتفاخ في العصب البصري في عين واحد ولا في عينتين؟ لا، عينتين. في العينتين. لما قال لك في انتفاخ في العصب البصري معناته على الأغلب بنتك بتشكي من صداع، صح؟ لا، مش كثير، مش دائما. ما في عندها صداع، نظرها وصل لخمسة. طيب شو رأي دكتور العيون ودكتور الأعصاب اللي شافها؟ حكى لك إنه قد تكون عندها ارتفاع ضغط السائل الدماغي، مظبوط؟ كأنه 24 عملها. يعني عملها الخزعة. عملها الخزعة. 24 يعتبر مرتفع. في ارتفاع الى حد ما بسيط لمتوسط، لانه الطبيعي لغاية 18، معناته في ارتفاع في ضغط السائل الدماغي، بحاجة احنا للعلاج الأسيتازولامايد. هلأ تفضلي، اذا حبتين او 3 بيعتمد على حالة المريض، لأن هذا الدواء هذا الدواء. وبدك الصراحة يا دكتور تعبت كثير، يعني بعملها خدران بالأطراف ورجليها كمان في عليهم علامات طبع. الدواء ما بيعمل هيك، الدواء ممكن يعمل خدران بالأطراف، نمنمة بالإيدين وبالرجلين وحوالين الفم، بس ما بيعمل على الأغلب، إنه ما بيعمل طبع أو بقع على الرجلين. بقع وبعدين تعب وإرهاق طيب بس خليني أنا أحكي لك شغلة يا أختي. فضل. عشان أم ثائر. أيوة. هذا المرض يعني للأسف أنه مرض مش بيجي بشكل حاد وبنتهي، هو مرض مزمن، ارتفاع ضغط السائل الدماغي له أسباب كثيرة، لكن عادة 70% من المرضى بيكونوا إديوباثيك، غير معروف السبب، اسمه ارتفاع ضغط السائل الدماغي غير معروف السبب، تمام؟ هلأ هذا مرض مزمن، علاجه أنك تأخذي هذا الدواء، تأخذي هذا يعني الدواء. يعني ما بدك على العيون، نرد على دكتور الأعصاب. بدك تأخذي هذا الدواء يعني حبة 3 مرات، أحيانا بعد فترة ممكن نضطر أنه ننزل الجرعة، ممكن تضطري أنك تزيدي الجرعة، يعني معانا مجال نرفع الدواء حسب حالة المريض، إذا عنده صداع أو لا، عنده عدم وضوح في الرؤية. أحيانا عدم وضوح الرؤية الناتج عن انتفاخ العصب البصري. ممكن. طب دكتور كمان حرارتها 35، لما بقتلها يا 35 35.5 36، عادة ما له علاقة لا بارتفاع ولا بانخفاض درجة حرارة الجسم هذا المرض. نعم. لا. ألف سلامة يا مثار إن شاء الله. ألف سلامة يا مثار بإذن الله. دكتور في كثير أسئلة على الفيسبوك نجاوب عنها سريعا. بداية في سيد كريم الطراوي بشكرك دكتور، وبيحكي من أروع الأطباء، متواضع ومتعاون مع المرضى وبيخاف الله، وهذا شهادة أنا أشهد فيها أيضا دكتور. الله يسعدك. الله يخليك يا دكتور. الآن في زينة محمد بتحكي، دكتور عندي بنت عمرها 14 سنة، منذ الولادة أصيبت بالشلل الدماغي وعندها نوبات صرع والنشاط زايد، نشاط الصرع شكرا عم بيزداد. نعم. وهي في وضع أنها لا تتكلم سواء كلمة بابا وماما فقط.
ومشيها غير متوازن وتاخذ علاج بس لنوبه للنوبه والنشاط الزايد، يعني هي عندها شكل نشاط زايد مع النوبه. نعم. سؤال، ما هو العلاج لها؟ وهل هذه الحاله تنقص من نموها وتاثيرها وتاثير حالتها في المستقبل؟ وشكرا. يعني احنا نلخص موضوع بنت زينه الله يشفيها ويعافيها، انه عندها عمرها 14 سنه، صار عندها مشاكل شلل دماغي، في عندها صراع في فرط بالحركه او النشاط وصعوبه في الكلام، ففي علاج لها. هي بتمشي؟ نعم. مش كاتبه؟ لا بتمشي ومشيها غير متوازن. ايوه خلص ما مفهوم. نعم ما يعني مشيها مش فقط هي بتمشي ولكن غير متوازن. تمام. نعم. دكتور نزار، وللاسف يعني هاي حالات موجوده في الاردن وفي كل العالم، وحالات كثيره. الشلل الدماغي حتى يكون اخواننا المشاهدين واضح شو هو الشلل الدماغي، هو عباره عن نقص اكسجين الدماغ الناتج اثناء الولاده، سواء كان له اسباب متعدده هذا النقص الاكسجين، لكن نقص الاكسجين أسوأ يعني من أسوأ يعني الاشياء اللي ممكن تحدث. يعني بيسوي شيء مزمن دكتور عند الاطفال؟ طبعا. نعم. هو نقص اكسجين ديفيوز. نعم. بكل الدماغ عاده. نعم. وهذا اللي بنسميه احنا الشلل الدماغي. نعم. قد لا يحدث جلطه دماغيه، قد لا يحدث نزيف، لكن حدث الأسوأ من ذلك اللي هو نقص الأكسجين على الدماغ، والأكسجين روح الدماغ. دكتور بس الحمد لله بنت زينة عمرها 14 سنة الآن وهي بتمشي، يعني صح ضعيف ممكن، ولكن بدها رعاية خاصة نحكي. نعم. هلأ نقص الأكسجين على الدماغ هي أحيانا بصاحبه نوبات الصرع. نعم. ونوبات الصرع اللي بتكون موجودة مع مرضى الشلل الدماغي هي من أصعب أنواع الصرع العنيد اللي بنسميه. نعم نعم. العنيد اللي حتى استجاباته للأدوية رغم أخذ الأدوية وبجرعات كبيرة جدا أحيانا لا توجد استجابة، لأنه في عنا بؤرة في الدماغ. نعم. فوكس اللي هو نقص الأكسجين. نعم. بينما المرضى اللي ما عندهم أي فوكس، اللي بتيجي نوبات التشنج ناتجة عن أسباب ثانية، قد يكون أسهل العلاج. نعم. الحمد لله. دكتور محمد جعفر بسألك، هل يوجد علاقة بين القولون العصبي والتشنجات؟ لا لا لا، مش علاقة أبدا. لا لا. هذا سؤال دكتور، سؤال طويل شوي من سامة نبهان. السلام عليكم دكتور، عندي ولد عمره 26 سنة عنده شلل دماغي نتيجة إصابته بالصفار بعد الولادة بثلاث أيام. قبل سنة تقريبا لاحظت أنه مصاب لحالة كهرباء زائدة، أخذته على طبيب وصف له دواء اسمه كلونكس. شو اسمه؟ كلونكس. كونفوليكس يمكن؟ هي كاتبة كلونكس. ودواء آخر. بعد فترة لاحظت أنه الحالة صارت تتكرر معه مرتين بنفس اليوم، طبعا كل شهر ذهبت لطبيب آخر ووصف له دواء الكيبرا 500 ميلي جرام مع الكلونكس. نعم. احتمال كونفوليكس دكتور؟ كونفوليكس على الأغلب. كونفوليكس. نعم. وحكى له الدكتور لا نتخلص من الكلونكس بعد ما جسمه يتعود على الكيبرا، يعني سوى لهم اثنين يمشوا دوايين مع بعض حتى انه الكيبرا يأخذ مفعوله بعد بده يشيل من عنده دواء الكلونكس. نعم. طبعا خفت الحالة عنده، لكن عندما طلب من الطبيب أن أوقف له الكلونكس عادت له الحالة مرة أخرى مرتين لنفس اليوم، يعني صار معه نوبة مرتين في اليوم، كل نوبة نوبة ونوبة ساعتين أو أكثر، يعني بين كل نوبة يعني في فرق ساعة أو ساعتين بين النوبات. أريد استشارتك دكتور، ما الحل؟ لأنه من الصعب صرف دواء للكلونكس إلا بوصفه للطبيب المعالج، والطبيب ليس من دولتي. هل يوجد بديل للكلونكس؟ يمكن قصده بالكلونكس اللي هو كلونازيبام. نعم. اللي هو مش الكونفوليكس، الكلونازيبام الاسم العلمي اللي هو الريفوتريل. نعم. هذا برضو أدوية بنعطى للصرع، ولكن لا يتم إعطاؤه إلا بوصفة طبية. هلأ نفس يعني تقريبا السؤال نفس السيناريو السابق للمريض الآخر. نعم. حكينا أنه نقص الأكسجين الدماغي الذي أدى إلى شلل دماغي، عادة حالات العلاج بتكون مش سهلة وصعبة، وخاصة بسموه مايوكلونس إبيليبسي. مايوكلونس اللي هو أفضل دواء لهم في العلاج الكونفوليكس والكيبرا، يعني الفالبروك أسيد الاسم العلمي والليفاتيراتسيتام اللي هو الكيبرا. الدكتور اختار الريفوتريل بعلاج هالمريض. هلا الريفوتريل هو احد انواع العلاجات، لانه هو عباره عن نوع من انواع الفاليوم. بس هو مش مفضل دكتور، يعني هو مش من الخطوط الاولى بنستخدمه في العلاجات. نعم.
ممكن نحتاجه اخر خط لانه هو بيؤدي الى ادكشن ادمانات عند المرضى ادمان يعني. ومش سهل انك تاخذ العلاج باي وقت ولا سهل اي طبيب يعطيك ولا اي صيدلية يعني في بروتوكولات لصرف هذا العلاج طبعا وحتى يكون بالعلم انه اي مش بس المريض اللي عنده نقص اكسجين دماغي او شلل دماغي المرضى العاديين اللي عندهم صرع في حالة توقيف علاج أو تقليل الدواء ورفع دواء آخر احتمالية النوبة 50% 50% في حالة تنزيل العلاج أو رفع علاج آخر بده يكون في تبلغ الأهل أنه في احتمالية ترجع النوبة فدائما الطبيب الأعصاب أو العلم بحكي أنه علاج مريض الصرع بشكل عام يفضل إعطاء المريض دواء واحد أفضل من عدة أدوية وكل ما كانت الجرعة قليلة أفضل ما تعطي جرعات عالية ولكن في مرضى دكتور تحتاج أكثر من أدوية نعم لكن إحنا بنبلش بالطريقة هاي لسبب واحد اللي هو الأدوية كمان إلها تأثيرات جانبية وارتفاع نسبها في الدم قد تؤدي إلى سموم وأعراض جانبية فهمت علي؟ فبدنا نكون حذرين يعني حتى التعامل مع المرضى هاي مش ستاندرد زي ما هو موجود في الكتب كل حالة كل مريض له قصة لحال ممكن الدواء اللي بيستجيب عليه هذا المريض ما بيستجيب عليه إنسان تاني فعشان هيك بضطر إنك إيش تغير بالأدوية نعم دكتور نتلقى هذا الاتصال من عمان فاطمة محمود السلام عليكم عافية فاطمة تفضلي يا فاطمة يعطيك العافية الله يعافيك يا رب يحفظك الله يسلمك بدي أحكي للدكتور أنه أنا بال2017 ما عملت عملية وأطفال أنا بيبوا نجحت وعطوني إبرة بالنخاع الشوكي عشان البنج النصفي فما بعرف إذا هذا له علاقة باللي صار معي أنا بعد الولادة ولدتهم قيصري والحمد لله أجد صحتهم كويسة توأم الحمد لله وبعدين الحمد لله فبعد هيك فترة صار معي تشنج كامل فقدت الوعي فيه كامل كانت نوبة كبرى فرحت راجع وأول مرة يعني أنا اعتبرت الإشي عرضي وما رحت راجعت فيه بعد أسبوعين تكررت وعلى أقوى من أول مرة رحت راجعت دماغ وأعصاب حكولي هاي مدام ما في سبب وراثي بيكون مجهول يعني إشي مجهول السبب فمشوني على التيجراتول نص حبة الصبح نص حبة بالليل فبعد فترة صارت تجيني النوبات الجزئية فالنوبات الجزئية دكتور انت بتعرف يعني بتأثر بنفسية الواحد اكتر من الكلي يعني بكون مش مدرك للي حواليه شو بصير يعني هي بتكون عندي لثواني لكن بفصل زي اللي بفصل والناس هي بتوعي شو صار معاه كومبلكس بارشل ايه تفضل اخت لا تشخيصك نحن عن تشخيصك انا عارفة انه هو سبب الابرة النخاع الشوكي هي بعدين بنجوني اصلا بنجوني بنج كامل لاني كنت حاسة بوجع القيصري الدكتور حكالي خلص بنجوها كامل لأنه نصفي وكامل أخذ مع بعض طيب. ما بعرف إذا أنا ربطت الأمور هاي مع بعضها هي سبب حسنا دكتور جمال إن شاء الله رح يجاوبك يا أختي بإذن الله فدكتور بعدين مشوني على دواء اللي هو الدباكين وكيبرا نعم وفادوا لي نسبة يعني صرت أمشي صارت كل ما تجيني نوبات جزئية يزاد لي دكتوري مو متحبة من الدباكين هاي لي 3 سنوات حكولي معاكي من 3 إلى 5 سنوات بعد نقطع عنك العلاج تدريجي بحال ما اجتك اي نوبة تانية هيني انا فايتة على السنة الثالثة وزي ما انا طب اختي تابعينا ان شاء الله راح تسمع الجواب باذن الله الله يخليك شكرا دكتور في عنا سؤال اخر عن طريق الفيسبوك بنجاوبه مع بعض حتى بعدين نفوت في تشخيص الصرع والعلاجات محمد دكتور بيسألك انا عندي طفل عمره 10 سنوات عنده صرع وبياخذ علاج بس مش نافع معه صار يضرب حاله ويهجم علينا صار اجريسيف الطفل فمش عارف شو نعمل معه تمام هو اول شيء اجمالا بشكل عام مرض الصرع لا يصاحبه اضطراب في السلوك اديسون اضاء العالم وهو كان عنده نوبات صرع نابليون كان عنده صرع عباقرة العالم عندهم نوبات نوبل كان عنده صرع كان عندهم صرع نعم لا يعني لكن اذا في عندنا صرع مع اضطراب في السلوك في عندنا جزئين لازم برضو يشوف طبيب نفسي برضو يدرس الموضوع
وشخص الحالة. لكن في عنا مرضى اللي مثل الشلل الدماغي، المرضى اللي بولدوا بنقص أكسجين شديد على الدماغ، بصير عندهم اضطراب بالسلوك زائد صرع. لكن مش بالضرورة معظم المرضى اللي عندهم تشنجات هم ناس أذكياء وناس ومتعلمين. مصطلح دكتور هذا مصروع غلط. لا هو يعني احنا خطأ هذا المصطلح وإساءة لمرضانا. لا ما هذا بصير. إساءة. حتى أنا بدي أحكي كلمة على التلفزيون وكلمة مهمة جدا يعني، وبترجى الجميع يتفهموا الآخرين. يعني عندنا مثلا بيجي بنظروا للبنات وهم بناتنا إنه والله هاي عندها بتتشنج، هاي عندها صرع، بدك تحكم عليها انها ما تتزوج، وبدك تحكم عليها يعني هذا الحكي لا يجوز. يعني بدنا نتعامل مع هذا المرض ومع البناتنا المصابات في هذا المرض بطريقة جميلة، بطريقة إنسانية. أي إنسان فينا، هاي أنا والدكتور نزار وأي إنسان تاني معرضين الإنسان لأي نوبة صرع كاملة. أي واحد معرض في حياته تصيبه نوبة صرع كاملة، تشنج ويزبد ويعض لسانه أبدا. لكن التعامل مع الحالة هاي بده يصير بطريقة جميلة. لا يعني النظر لإنسان في يوم من الأيام تشنج أو بنت إنك والله تحكي هاي تشنجت، هاي بمفهومنا عندها صرع، إذا هاي ممنوع تتجوز، ممنوع. بالعكس، لا 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 أبدا. يعني طبيعي زي أن أي شيء بده يكون في نظرة. حرام نحط دكتور ونحكم كأفراد المجتمع على المرضى. هذا الشيء يعني أول شيء هذا المرض هو ابتلاء من رب العالمين، هذا أول شيء. وثاني شيء 70% من مرضى الصرع ممكن علاجهم دكتور. طبعاً. 70%. طبعاً أكيد. يعني خاصة اللي لهم أسباب. اللي لهم أسباب. ممكن أنت تنهي السبب تنتهي الأمة. نعم. دكتور نيجي الآن تشخيص مرض الصرع، كيف ممكن نشخصه؟ هلا أول إشي مرض الصرع عادة يشخص سريرياً. سريرياً نعم. بس إذا الطبيب بشوف كيف المريض قدام عينه اتشنج. نعم. وفي إكسبيرينس وخبرة في 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 تشخيص الحالة إنه هاي هي فعلا تشنجات حقيقية، أو ما شاف الطبيب لكن من التاريخ المرضي اللي بسرده الأهل سواء الأب أو الأم، الأخ أو الأخ أو الأخت أو المريض نفسه، ممكن يحكي لك أعراض ما قبل فقدان الوعي. فأنت تعتمد على التاريخ المرضي، هاي واحدة. تعتمد إذا ما عندك تاريخ مرضي ممكن شفت المريض كيف بتشنج. نعم. هذا بحد ذاته الأساس في تشخيص مرض الصرع. لكن احنا بحاجة نعمل إيميجينج، تعمل رنين مغناطيسي أو صورة طبقية حتى تستثني أورجانيك ليجن، حتى تستثني أي إصابة عضوية في الدماغ. ممكن أن المريض يطلع عنده ورم في الدماغ، ممكن يطلع عنده التهاب في الدماغ. نعم. فهاي الأشياء بدك تستثنيها دكتور. احنا حكينا انه ممكن الصرع يجي بأي وقت خلال العمر. متى احنا منخاف بمرض الصرع؟ يعني مثلا طفل عمره 4 شهور أجت تشنجات، بيختلف عن حج عمره 60 سنة أجت تشنجات. فما هي الأمور اللي بتخلي عند الطبيب شكوك انه في شيء خلف هاي التشنجات أدت لمرض الصرع؟ تمام. هلأ الأطفال اللي عمرهم 4 شهور نعم. عادة ممكن يجي نوبات تشنج حرارية. نعم. ارتفاع درجة الحرارة الشديد ممكن يؤدي إلى تشنج. نعم. وعادة هذول أكثر ناس بتحسنوا. تقريبا 80-85% من الأطفال اللي بصيبهم تشنج حراري بعد عمر 5 سنوات بتقل هاي النوبات وقد تختفي تماما. نعم. ممكن جزء 10%-15% جزء منهم بتبقى معاه النوبات. نعم. لكن حتى في أطباء أعصاب وهم محقين أنه في أول نوبتين تشنجات حرارية ما بعطوا علاج، بقولك عالج الحرارة. نعم. عالج سبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا تكررت بشكل متكرر بشكل كبير مضطر انه يعطي دكتور. حتى عند الكبار دكتور ما الاطباء ما بيلجوا الى العلاج من اول التشنج الا اذا في حال. اذا ايش؟ وهي هذا السؤال تبعنا. اي واحد ممكن قلت لك يعرض لنوبة تشنج كامل. نعم. حتى صرع كامل. لكن اذا كانت تخطيط الدماغ سليم. نعم. والرنين المغناطيسي سليم ما بنعطي علاج.
لكن إذا واحد إذا تخطيط الدماغ طلع فيه مشكلة المفروض تعطي علاج مباشرة. إذا الرنين المغناطيسي طلع فيه شيء معناته بدك تعطي العلاج وتعالج الإشي اللي طلع السبب. السبب في التهاب في الدماغ بدك تشوف تعالج الالتهاب. في جلطة دماغية بتتابع الجلطة الدماغية. هيك أصبحت في بؤرة في الدماغ، صعب تترك مريضك بدون علاج لأنه فرصة أنه يتشنج كمان مرة. وارد منعود لفاطمة. فاطمة قصتها كالآتي. نعم. هي كانت يعني عاملة أطفال أنابيب وسوت عملية بقيصرية وكانت التخدير موضعي، وبعد هذا الإجراءات كلها صار عندها حالات من التشنج. فهي بتحكي هل هاي الحالات سببها الإجراء الطبي الحدث إلها ولا شيء آخر؟ صعب الإجابة، صعبة، لكن بدها تسمع مني بعض الاقتراحات. هلا هي عملت مثلا خزعة من نخاع الشوكي، قد يكون مثلا أحد الأسباب، وهذا الحكي مش بالضرورة يعني. مثلا أي إنسان الخزعة بدك تدخل أنت يعني في قناة النخاع الشوكي، هلا ممكن تنتقل عدوى لقشرة الدماغ من خلال السائل الدماغي لقشرة الدماغ ويصير التهاب سحايا، وبالتالي يصير عندنا تشنجات. بس هي مش موجودة مع هذا الحكي. هي لكن مش موجودة. طالما ما صار معها مرض السحايا وما صار معها الصداع الشديد وكذا، إذا كثير نساء بيعملن خزعة من النخاع الشوكي وما بصير معها. دكتورة كم من يعني خزعة شوكية سويت بحياتك؟ كثير والله. هل صار عندك مضاعفة؟ أبداً. أنا حقيقة لحد الآن ما صار بها أي مضاعفات. أنا بدي يمكن الأخت براودها في ذهنها أنه قد تكون أنه سبب النوبات الصرع اللي أجتني أنه الطبيب اللي عمل لي الخزعة. أنا ما بدي أبري زميلي، لكن الحق يقال أنه لو كل مريض عمل له خزعة يصيبه تشنج، لا. وأي واحد فينا ممكن تحدث النوبة، عارفة على إيش؟ على إرهاق شديد أثناء الحمل، على إرهاق شديد أثناء الولادة. نعم. أو بعد الولادة. نعم. بالصيام ممكن الإنسان يتشنج. ومعظم الحالات أصلاً 70% من حالات الصرع هي بدون سبب. نعم. والتخدير إذا سألت عن التخدير كمان. يعني هو لا التخدير هو العام كمان. إنه شبكنا التخديرين دكتور، التخدير الموضع والتخدير العام. دكتور معنا اتصالات، وقبل اتصالات دكتور نحكي عن موضوع التشنجات اللي بتصير مع الصبايا خلال فترة الدورة الشهرية. نعم. يعني في بعض الصبايا بصير عندهم تشنجات. نعم. هل هذا أمر حقيقي ولا نفسي؟ لا، هو على الأغلب إنه أمر يعني لا في تشنج ناتج عن يعني في آلام، يعني آلام الدورة قد تكون آلام شديدة، مغص في البطن، شد في العضلات بشكل عام، بس مش تشنج ناتج عن شحنات كهرباء زائدة. هذه شغلات عادية جدا ناتج عن اضطراب في الهرمونات. نعم. ما لهاش علاقة بالهرمون، ولكن له علاج دكتور. طبعا. وما لهش علاقة يعني. نعم. الدكتور من الكرك عبد الله عودة. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا عبد الله، تفضل. هذا سأل الدكتور جمال عن العصب الخامس، لأنه قبل سنتين أنا أصابني عصب خامس. نعم. بين تخطيط دماغي. أوكي، عندك مشكلة العصب الخامس. وقول التليفون. تليفونك مقطع يا عبد الله. بقول قبل سنتين صابني عصب خامس. نعم. أنا عمري 55 سنة. العمر كله. تعرف. هو طول علاج اللي هو ديكراسول هذا من سبع الأعصاب. نعم صحيح. العصب الخامس ما هو العصب الخامس؟ شو له تأثيرات مثلا دكتور؟ شو عنده؟ أوكي، راح أجاوب الدكتور إن شاء الله. ننتقل للزرقاء. أيمن حميد تفضل. ألو، السلام عليكم. حياك الله يا أيمن، تفضل يا أيمن. الله يعطيك العافية، نشكركم على هالبرنامج القيم. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. بدي أسأل الدكتور جمال. الله يسعدك. دكتور جمال معك، تفضل. تفضل أخي. في بصير معي يعني أنا رحت على طبيب طبعا واعطاني ابر التهاب، قال لي هذا التهاب، ولغايه الان ما تحسنت على الابر هاي. بصير عندي على شقه اليمين وشقه الشمال عند العين بضرب عندي العصب على الدماغ، يعني بالم شديد جدا ما بتحمله نهائيا. الالم بيجيك قديش مده الالم؟ بيجيني تقريبا بدك تحكي ثواني، بس مستمر صار له تقريبا شهرين من بداية الحظر وهو مستمر، يعني ما رحت على الدكتور قال لي هذا التهاب. تمام.
وبصير عندي كيف تقول لك لما يضرب هذا العصب بصير عندي قوة بالنظر ووجع بالعيون. هو مش التهاب بمفهوم الالتهاب، ما طلع عندك حبوب على الجبين او اشي عند العين؟ ما طلع. لا ما طلع، بس هو تهيج العصب الخامس. نعم. على الاغلب. اذا دكتور خلينا نجاوب عبد الله وايمن بنفس الموضوع. نعم ماشي. اذا هو سال الاخ اللي قبل عبد الله انه شو هو العصب الخامس. العصب الخامس هو عصب يخرج من جسر الدماغ. نعم. النواه تبعته من جسر الدماغ، ثلاث توائم، توأم بغذي يعني العصب بغذي الوجه كامل وجزء من الرقبة. فالجزء اللي فيه ثلاث أجزاء، جزء العيني، الجزء الفك العلوي والفك السفلي. تمام. هلأ العصب الخامس تهيجه بيؤدي إلى ألام شديدة، هو عصب حركي وحسي، يغذي تقريبا ست عضلات في الوجه، ست عضلات في الوجه مهمة جدا، خاصة في المضغ، في طبيعة الأكل والمضغ. لكن هو إجمالا عصب حسي، يعني أنت لما تيجي غبرة على عينك اللي بحسها العصب الخامس، لكن لما تغمض عينك بتغمض بالعصب السابع. نعم. تمام. ألامه شديد جدا العصب الخامس. أنا معاك، مؤلم جدا، له أسباب وأحيانا بكون بدون أسباب. أسباب العصب الخامس إجمالا أكثر سبب شائع أنه لما أنت تروح على طبيب الأسنان بيشتغل فيها الطبيب، لكن قد يكون في أثناء العمل بتهيج العصب الخامس. ممكن مثلا يصير في إنجري، إصابة للعصب الخامس بشكل غير مقصود، بتهيج العصب الخامس فبعطيك ألام شديدة وخدران. ممكن أحيانا فرشاة الأسنان كثيرة شديدة للثة ممكن تؤدي لهيك. البرودة، البرد، شرب الماء الساخن كثير. يعني الشاي. دكتور هاي الأسباب الغير مرضية بنحكي إحنا قاعدين. هاي أسباب غير مرضية، ولكن. في أسباب مرضية دكتور. طبعاً قد يكون في ورم ضاغط في جسر الدماغ. بأدي لتهيج العصب الخامس. قد يكون في التفاف لشريان داخل الدماغ على العصب الخامس. هان هذه أكثر الأماكن، لأنه إذا جوا الدماغ الشريان ضاغط على العصب هان الألم حيكون في كل الوجه. نعم. مش في فرع من فروعه. هم دكتور عادة هذول المرضى يوم يأكلوا شيء بزيد الألم، وبزيد في رمضان حتى. نعم. يعني في رمضان. نعم. كثير مرضانا بيشكوا من العصب الخامس. والعلاج التجريتول، هو وجدوا أنه دواء الصرع أو دواء الشحنات الكهرباء التجريتول هو أفضل دواء. نعم. لعلاج والآن دكتور في إجراءات جراحية قاعدة بتتم لعلاج العصب. طبعا الخامس. في حالة وجود شريان. نعم. ضاغط قد يتم وضع بسمها زي مخدة بين الشريان، فاصل بين الشريان والعصب، قد يكون علاج بالكهرباء أو بالاهتزاز الحراري. نعم. أو بالمواد الكيماوية. نعم إن شاء الله. دكتور نحكي عن علاجات دقيقة، خلال دقيقة واحدة نحكي عن علاجات الصرع، كيف نختارهم وكيف المتابعة وفحص الدم. نعم طبعا. هو العلاج يعتمد على نوع الصرع. الصرع أنواع، اختصرهم بكتير وأقول لك علاج كل واحد. في عنا الصرع العام. نعم. جنرالايزد إبيليبسي، وعنا صرع الجزئي. نعم. الصرع الجزئي بنقسم لقسمين. نعم. صرع جزئي معقد اللي هو كومبلكس بارشل سيجر. نعم. والصرع السيمبل سيجر الصرع البسيط. نعم. الصرع البسيط ما بيتم فيه او التشنج ما بيتم فيه فقدان الوعي. الصرع المعقد بيتم فيه فقدان الوعي لثواني زي ما حكت لنا الاخت. نعم. بفصل لثواني. نعم. تمام. الصرع الجزئي ممكن تتشنج الايد، يصير في رجفان بالإيد بالطريقة هاي أو بالوجه أو بالعينين ورجفان، لكن المريض بيكون واعي. نعم صحيح. هذا أفضل علاج لهم. نعم. اللي هو الدواء التجريتول. نعم. وقد نستخدم دواء الكيبرا. نعم. كعلاج جزئي. دكتور هذا السؤال كان سؤال ألاء سميح أظن تحكي عن، كانت على التونيك. نعم. الأنواع في عنا جنرالايزد إبليبسي اللي هو الشحنات العام اللي بشكل عام اللي بصير فيها فقدان وعي. النوع الأول اللي هو التونيك كلونيك كونفولجن اللي هو مفهوم اللي هو الصرع الأكبر، الأكبر واضح للجميع. نعم. وأفضل علاج له اللي هو الفالبرويك أسد الديباكين. في لكل الديباكين هو
أو الفالبروك أسيد هو تقريبا نمبر 1 لكل علاجات الشحنات الكهرباء العامة الجنراليزد إبليبشي مثل الجزئية. ففي نوع اللي هو التشنج الكامل، في نوع إيتونيك سيجر حتى يفهموا الإخوان المشاهدين، مش شرط المريض يتشنج، تقبل بنت ماشية بالشارع ما بتشوفها اللي خابطة على الأرض وواقعة، ممكن المريض يبقى قاعد يدوخ يدوخ ويفقد الوعي تماما بدون تشنج. هاي بسموها إيتونيك سيجر زي الشريطة. في الأبسنس سيجر اللي بتصير هاي بتكون عند الأطفال دكتور بين 5 إلى 8 سنوات، الطفل في الروضة بتقبل درسه المعلمة بتقول للولد بضل يسوي بحرك في شفايفه بسرح مش فاهم علي، حتى بقول عنه دفش في البيت دكتور ما بيشوفه انه داخل في الباب أو في الباب أو أي شيء هو مسكين. بتكون عنده نوبة الشحنات خاصة إذا الولد بصفن كتير، ممكن يصفن أكتر من 100 مرة في اليوم، بصفن بعدين برجع لوعيه خلال ثواني فقط. حقيقة دكتور حتى الأطفال بصير عندهم تراجع في أدائهم بالمدرسة، طبعا ننصح أهاليهم بمراجعة طبيب أعصاب في هذا الموضوع 100%. أفضل علاج له اللي هو الفالبروك أسيد. أشكرك دكتور جمال. يعني نهايتها مسك حقيقة. الله يحفظك. اليوم هو آخر حلقة لبرنامج له دكتور خلال شهر رمضان المبارك، تشرفت أن تكون ضيفي اليوم وتحدثنا عن مرض الصرع، وإن شاء الله نستضيفك في برامج طبية أخرى ما بعد شهر رمضان المبارك للحديث عن أمراض الأعصاب الدماغ والأعصاب حقيقة الكثيرة، والبحاجة أن نقدم لمشاهدينا تثقيف عن هذه الأمراض لأنها أمراض تخصصية دقيقة غير معروفة في المجتمع، وبحاجة إلى توعية شاملة بأمراض الدماغ والأعصاب. دكتور جمال أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم، شكرا للقناة الرائعة. حياك الله. أعزائي المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في برنامج ألو دكتور خلال شهر رمضان المبارك، ونسأل الله القبول وندعو للجميع بالسلامة إن شاء الله، وندعوكم لمتابعتنا بعد شهر رمضان المبارك في برنامج طبي أسبوعي بإذن الله للحديث عن مختلف الأمراض الطبية. حقيقة أشكر جميع الأطباء الذين حضروا معنا وشاركوا في برنامج ألو دكتور، وأشكر طاقم العمل في قناة الحقيقة الدولية، وأشكر رئيس مجلس الإدارة الحقيقة الدولية الدكتور زكريا الشيخ على ما قدمه من دعم إلى هذا البرنامج، وأشكركم أنتم أيضا لمتابعتكم لنا خلال هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله لنا ولكم القبول. نراكم إن شاء الله قريبا بعد شهر رمضان المبارك. أنا محدثكم الدكتور نزار الشيخ، أترككم في أمان الله.